يا مرحبا ويا هلا وسهلا وحيا الله كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية. حلقة جديدة نرحب فيكم في هذه الحلقة، وأيضا نقول لكم راح إن شاء الله نستانس وصحصحوا معنا عشان حناخذ نعطف مواضيع كلها اجتماعية وأيضا في مجالات ثانية مع ضيوفنا الكرام. وبداية حنبدأها بسؤال في حلقتنا، ودائما بيكون في تخيلات وفي وضع للأمر الواقع. أمسى عليكم بالخير، وأيضا أمسي على زميلتي لمياء. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة معاكم أكيد من برنامجكم اليومي برنامج ساعة شباب، اللي بيكون معاكم دائما وأبدا من الأحد للخميس بكل فقراتنا المختلفة والمتنوعة والمتجددة دائما وأبدا. ما في ساعة نقضيها كاملة أكيد، لأن كل يوم نحن بنقضيها معاهم بكل حظ. أتعودتها منك. طيب عموماً اليوم حنتكلم عن نقطة مرة مهمة وحناخذ ونعطي فيها كثير، لكن بداية أنا بسأل سؤال ونجاوب عليه مع بعض، اللي ما قدر يجاوب طبعاً في هاشتاج ساعة شباب أو سؤالنا في تويتر. أبى أسألكم وفكروا مع بعض، كم معلومة بتقابلوا أو بتصادفوا اليوم سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الجرائد أو في المجلات؟ كثير يعني، لو جينا نحسبها لو كانت حتى في داخل الجمل أو داخل المقالات كثير من المعلومات اللي بتقابلنا، بس يعني بنشوفها أوقات بنلقطها بنحفظها، أوقات يعني بتمر مرور الكرام، أوقات يعني حقيقي ما بنفتكر منها أي حاجة. خصوصا تراد المعلومات اللي بتجينا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بتجينا كل يوم تقريبا معلومة أو معلومتين جديدة بتناقلوها في كل شبكات التواصل الاجتماعي، في منها القديم وفي منها الجديد. سؤالنا كان على هاشتاج ساعة شباب في تويتر، هل أنت لما بتقرأ هذه المعلومة بتتأكد منها ولا لا؟ خلونا نروح نشوف أجوبتكم. هنعرف إذا كنت بتتأكد ولا لا، ونبدأ مع تهاني الهلالي تقول إذا كانت المعلومة ذات أهمية وراح أستفيد منها أكيد راح أتأكد من المعلومة وصحتها، وإذا كانت ليست مهمة راح أطنشها. طب كيف حدد إذا مهمة ولا لا، إذا ما كانت صحيحة ولا لا، ولا مو شرط؟ ما أعرف ترى. أروى الزبير تقول إذا معلومة دينية أكيد أتأكد، إذا معلومة جات على هواية وفيها دفاع عن حقوقي كوني امرأة خلاص يعني متأكدة منها حتى بدون ما تتأكد، عارف يعني، ودي المعلومة صح ومن غير بحث ونقاش حقيقة يعني أوكي. هو بالمزاج يعني أقول لك ضحك وناس وخف الدم حياك الله. ريهام تقول يعني على حسب الموضوع، إذا كان الموضوع فني أتأكد من الخبر، وإذا الموضوع ديني أرجع وأتأكد من الخبر مرة ومرتين وثلاثة. وتحياتي لكم. يعني في الأخير بترجع تتأكدي ولكن على حسب الأولوية. أحمد فاخرجي يقول صراحة إذا المعلومة صحيحة ومتأكد منها أقوم بإعادة إرسالها على الواتس، على الواتس، أما إذا كانت المعلومة تخص الدين صعب أرسلها حتى أتأكد من صحتها، وهذا موضوع ثاني أكيد رح نتكلم عنه بعدين. أكيد. عندنا ولاء إيش تقول؟ بحسب المعلومة، إذا كان شيء مهم طبعا أحب أتأكد، أما إذا كان شيء تافه لا ما يعنيني بصراحة، وطبعا بتقول ما تتأكد يعني. أمل فارس تقول على حسب المعلومة، إذا كانت مهمة لازم أتأكد منها، وخصوصا لو كانت معلومات دينية. جميل. وكل واحد اهتماماته، عشان كده نبدأ الاهتمام يظهر. ريهام تقول على حسب المعلومة، إذا مسوية بحث عشان شيء معين بتأكد مرة واثنين، وإذا شيء ما يهمني أقرأ وخلاص. وأمسي عليكم بالخير، يا هلا والله يا ريهام. أكيد مساك خير يا ريهام. أجي أتش تقول إذا كانت المعلومة مهمة بالنسبة لي أتأكد منها طبعا، أما غيره ما يهمه، مستحيل أرسل شيء لأنه أغلب ما يدور في مواقع التواصل غير صحيح. جميل صحيح في الغالب يعني. عبود على حسب يقولوا على حسب الخبر، بس الأغلب أتأكد علشان أقدر أنشره إذا كان مفيد ولا لا. فعلا لابد نتأكد من المعلومة المصدر عشان نقدر ننشرها. جوجو الاتحادية تقول أنا عن نفسي أتأكد على حسب المعلومة يمكن تكون مفيدة عشان أفيد الناس فيها. طيب هذه كانت جوجو. أما دقنا تقول معلومات الواتس كلها بكش وتعريف وتخاريف الصراحة، وباين يعني ما يحتاج أتأكد منها، أما باقي التواصل في المواضيع خلاص واضحة إنها صح. مو شرط أوقات تعجبني دقنا خلاص تأتي من النهاية بس مو شرط. الصراحة بس مو هي شرط. كلها صح اللي في التواصل، بس اللي في الواتس لا غلط بتقول نهاية تأليف. والنقطة المهمة اللي كنت حابة أذكرها اليوم إنه كثير مننا بيتوصلوا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي وبينشروها للناس بدون ما يتأكدوا من هذا الخبر هل هو صحيح أو غير صحيح، بمجرد إنه وصلهم خبر بيصدقوا بسرعة. وأكثر الأغلبية أتوقع تراد أمهاتنا في الواتساب بيتأثروا كثير من هذه الأخبار اللي بيجيهم بيصدقوها بدون ما يتأكدوا. هل أنت بتعاني من نفس الموضوع ولا لا؟ يعني لا، أنا الحمد لله الوسط اللي حولي دائما خلاص عنده على قدر كافي من الوعي إنهم ما يقدروا يتعاملوا مع الأخبار أو
المقالات او ايش ما كان من شيء. والامهات في الاخير خلينا بس اعلق عليهم، يعني في الاخير هم يحبوا يتفاعلوا مع، يعني اوقات تكون فضاوه، اوقات يحبوا يشغلوا وقتهم، واوقات لا والله يعني ياخذوها بضحك، يعني ما اتكلم من يعني بجديه، لا ياخذوها على سبيل المزح. طبعا نمسي على الامهات بالخير ونقول لهم الله يخليكم لنا ايش ما تكونوا وكيف ما كانت طريقه تفكيركم. هذا بالنسبه طبعا لجانب معين. لجانب اخر يعني خلينا نتكلم احنا كشباب، للاسف الشديد في ناس يتعنوا ان هم ياخذوا الاخبار ويفبركوا عليها وبعد كده ينشروها، يعني في ناس ما تخاف الله حقيقي، هذه قضيه ثانيه. ايوه، ما يكون عندهم حقيقه يعني اخلاص في انهم ينقلوا معلومه او ثانيه، وفي ناس غير مهتمه اصلا، يا عمي هي معلومه انا اهم شيء اني اشارك وانتهى الموضوع. وياما ياما نزل الواتساب في البدايه تطبيق كتطبيق، كانت الناس يعني كنا نشوف اشياء ويعني نضحك، يعني فعلا نضحك انه كيف طريقه التفكير هذه منتشره والناس بتصدق. الان لا، صرنا على قدر كافي من الوعي عفوا، ولا بد تستمر هذه الحملات في الوعي. صحيح طبعا، يعني اهم شيء في النهايه ان احنا نتاكد من هذا الخبر اذا راح ننشره، اذا ما راح ننشر هذا الخبر كفايه انه نقرا، اذا على حسب الاولويه كمان في النهايه طبعاً. اذا هذا الخبر يهمنا او لا لازم نتاكد منه قبل ما نعمل فيه او ننشره. خلونا نكمل ردودكم اللي كانت معنا اليوم، وبعدها نرجع نقول لكم كيف الطرق الصحيحه اللي لابد نتاكد منها. مستر ريلاكس يقول انا من طبعي ما اصدق اي خبر الا اذا كان مدعوم بالفيديو فقط، حتى الصحف الإلكترونية والورقية ما صدقها، تعودنا على كلام جرايد. وأضيف لك مستر ريلاكس أنه ترى أوقات الفيديو ما يكون مؤلف عليه كلام، صحيح، فيعني تفهم القصة غلط، فلازم يكون من جهة موثوقة. أريج الأرضي تقول على حسب المعلومة إذا تهمني وتفيدني أو لا. حلو حلو. منو عندنا بعد؟ بعد أريج عندنا نادي تقول المفروض نتأكد، لكن من غير ألف ثانية يا نادية، لكن أنا أحيانا أتأكد إذا بتأكد وبقول أنا متأكدة. إيش هذا لغز؟ بطيخة. أنا أو إذا ما تأكدت أقول ماني متأكدة، تأكدوا أنتوا. الله عليك يا نادي، نحن حنتأكد في النهاية. متأكدة بطيخة ما صدقت. أي ميدو تقول أتأكد من المعلومات الدينية عشان لا تكون خطأ أو مكذوبة، والأشعار عشان أعرف مين قالها، باقي المعلومات أقرأها مو بالضروري أرسلها. مو بالضروري أرسلها. حلو. فعلا. رحف غزة مش دائما، لكن إذا موضوع يهمني طبعا أتأكد منه. هو على حسب الأولوية، الناس إيش يحبوا يدوروا. صحيح. سومية تقول أصلا ما أخذ منهم معلومة. الله عليك يا سومية، مريحة راسها والله أشواك. صح تقول إني ما أتأكد من صحتها بس ما أرسلها لأحد سواء كانت صح أو غلط. حلو يا أشواك، بتريح نفسها وضميرها. طيب عبد الله شقر يقول إذا كانت معلومة لها تأثير على حياتي هتأكد، أما غير كذا فانا مالي ومال وجع الدماغ. صقر، عبد الله صقر. صقر شقر، حتى انا قريتها شقر اول شيء. حياك الله يا ابو عابد. محمد الشيباني يقول اولا ليس كل ما يدور في التواصل الاجتماعي صحيح حتى لو كان من ادق الناس، ويجب علينا البحث والتاكد من المصادر الموثوقه فقط. حلو يا محمد. ريتاج تقول بحسب المعلومه اذا لها علاقه بالصحه والعلاج او تاريخيه او تقنيه او حديث نبوي، اول مره اسمع او تفسير ايه اتاكد منهم اول بعدين انشر. يا ريت كل الناس مثلك يا ريتاج. واخر رد معانا من مريم، دائما بتيجي اخر ردود ونختم بردها، احب اتاكد ما ادري ليه حتى في الاملاء نفس الشيء، يعني في شيء بداخلي يجبرني اني اتاكد مو بيدي، شعور غريب والله، ولازم اتاكد ما ارتاح الا لما اعرف. بالعكس هذا الحرص جميل بس لا يزيد عن حده عشان ينقلب ضدك مريم، ونشكرك على اهتمامك وعلى هذه الفكره. عموما احنا لابد نوضح حاجه، هو تفاوتت الاراء، وفي الاخير في ناس تبي تتاكد وفي ناس ما تبي تتاكد، في ناس ما يهمها خير شر، بس الامر اللي لابد نحطه بعين الاعتبار انه فعليا في ناس حقيقه عايشين معانا، مهمتهم في هذه الحياه بسبب فضاوتهم انهم ينشروا افكار سيئه او اخبار غير صحيحه او امور يعني ما تلائم مجتمعنا، فاحنا بالتالي مو شرط ومو ضروري ان احنا نتجاوب مع كل امر وكل خبر وكل حاجه نسمعها، نتاكد. وطرق التاكد من هذه جدا يعني بسيطه، احنا عندنا اول شيء مواقع الويب سايتس اللي احنا ممكن ندخل عليها، عندنا دوت اورج ودوت نت ودوت ايش، على ما ادري اذا كنتوا تعرفوا او شيء، في ثلاثه مواقع. ويكيبيديا؟ لا لا لا، ويكيبيديا طبعا من اكثر الامور كذبا في الحياه، لانه كل واحد بيدخل. عموما اعتراض، نحن اليوم راح نقول لمشاهدينا ولكل اللي حابين انهم يبحثوا عن صحه هذه المعلومات في اخبارنا اليوم، فقره الاخبار والمعلومات، حنعرفكم على موقع جديد راح تتاكدوا فيه على كل المعلومات اللي حابين تتاكدوا منها. دوت ايش؟ ابغى اشوف انا. لا ما اقول لك. والله دوت ايش من جد؟ خلينا نقول لهم فقره الاخبار والمعلومات. لا والله بس انا اقول لك حاجه بس. هي في مواقع الكترونيه هي فعلا موثوق فيها، دوت اورج اللي هو دوت اورجنايزيشن شيء زي كذا، ودوت نت
هو شيء الحكومي طبعا ودوت نت ودوت حاجه ثالثه والله ما تحضرني مشكله انا دارس اي تي والله الله يفشل العدو حقيقه يعني في ثلاثه مواقع موثوق فيها هذا واحد اثنين مو شرط ننشره على طول حاولوا انكم تاخذوا المصادر وتتاكدوا منها عشان يعني كمان لما تقدم واحد طب ايش دليلك او ايش الوضع واذا شيء ما له داعي يا جماعه الخير انكم تنشروه او ما حيكون في فايده وما لقيته ممكن تقولوا ترى منقول ما نعرف شوفوا تاكدوا الا اذا تبي تسال ما عندنا مشكله صحيح يعني في النهايه لا اذا حابين انكم تنقلوا اخبار او معلومات عشان الغير يستفيد منها لازم تتأكدوا أولا من صحة هذا الخبر أو هذه المعلومة وبعدين تقدروا تنشروا براحتكم عشان لا تحطوها بذمتكم أو الناس ممكن يتضرروا من هذه المعلومة وأنتم في النهاية ما أنتم مستفيدين أي شيء. عموما مشاهدينا هذا كان سؤالنا على هاشتاغ ساعة شباب في تويتر، أتمنى يكون عجبكم ونحن استمتعنا كثير بكل ردودكم اللي شاركناها معاكم لليوم. فقرات ساعة شباب مكملة بعد الفاصل، رح ناخذكم جولة مع الرسم والفن التشكيلي، أترككم بعدها مع ريما وطراد. ونقول لكم مساكم الله بالخير حبايب قلوبنا اللي تابعونا دائما في برنامج ساعة شباب وعلى شاشة روتانا خليجية. وصلنا معاكم لفقرة، من خلال هذه الفقرة نشوف ناس مبدعين، نشوف ناس مبتكرين، نشوف ناس عندها أفكار كثير ما أعاقهم أي شيء في الدنيا وقدروا أنهم يخلون لاسمهم بصمة بين المجتمع. واليوم ضيفنا أبدع حقيقة كثير في مجاله، حنتعرف كيف بدأ وكيف وصل للمرحلة اللي هو فيها، اللي فعلا قدم الكثير من الفن اللي يعني قد نقول أنه في ناس ما توقعت، لأنه أثبت من خلال حياته من خلال إنجازاته أنه الإعاقة أبدا ما توقف وجه أحد. حيتعرف اليوم على الفنان وتعرف أكثر تفاصيل لحياته وأكيد إنجازاته ركان كردي. أهلا وسهلا، حياك الله ركان، كيف أمورك؟ والله منور والله حبيبي، طولت علينا ركان اليوم. أنتم متخاصمين ليه؟ خلاص أقول لك حتقعدي لنا؟ إيه قعدت يعني. طب أي شيء رسمة؟ طب حط عيني بس، ما في مشكلة بإذن الله. أعطني وعد بس على وبشوفها عندي إن شاء الله جدا. خافوا قولوا فعل والله أقهرك؟ لا رسمتين ابغى ثلاثه. اسمع، رسمه 2013 ورسمه دحين قبل اسبوع. ركان طيب خلينا نتكلم كذا. طبعا دائما الناس اللي ما تعرف وقاعده تتابعنا الحين اكيد كل احد يعني في اسئله كثير قاعده تدور في باله، يعني في ناس يمكن كثير عندها كل شيء لكن ما هي قادره تسوي ولا شيء وقاعدين محلهم ولا شغله ولا مشغله ولا اي مستقبل ولا يفكرون في بكره ولا يفكرون ان هم يقولون في هذه اللحظه احنا لابد ان احنا نبدا. ركان ايش ما صار في الدنيا انت بسم الله عليك بديت وسويت لنفسك اسم، الان ما شاء الله يعني ما في احد ما يعرف الرسام ركان، فاعطينا كذا نبذه عن كيف بديت وهل انت بديتها هوايه ولا اخذت الموضوع ووثقت هذا الموضوع بانك انت تعلمت واخذت عليه دروس يعني طبعا اتكلم على الرسم. لا في البدايه هي كانت مجرد هوايه منذ الطفوله. كنت ادرس في جمعية الأطفال المعاقين، فرحت حصة الفنية. كانت الأبلة تشوف يعني في شيء، في موهبة في يعني. أنت ما كنت اكتشفتها وقتها لسه ما تعرف؟ عادي عادي يعني قاعد تتونس مع نفسك. بس إني أسوي الواجب. فكانت هي تشوف إنه هذا الولد مميز عنده حاجة فمن وقتها قالت لا يا ريت أنا استمر لا توقف وحاول تنمي هذه الموهبة. والله احنا بنوجه هذه للأستاذة هذه أول معلمة أستاذة نجلة. أستاذة نجلة أنت كفو والله يكثر من أمثالك وجعل المعلمات كلهم زيك لما يشوفون أحد يدعمونه، يعني ما نحتاج بس الدعم كمان من الأهل، كمان المدرسة هي تربية وتعليم ومعظم وقت الطالب يقعد موجود في المدرسة من 6 إلى 7 ساعات تقريبا. صحيح. فواجبكم وما قصرتوا ودائما أنتم كفوا يا المعلمين والمعلمات. وأستاذة نجلة ها هذه يعني مثال بسيط جدا من المعلمات ونتمنى أن احنا أكيد أستاذة نجلة ومثيلاتها من أكيد في نفس المجال. طب أبغى أعرف ركان، ما شاء الله الحين قلت لي بديت من الطفولة وبديت ترسم، زمان ما كان في رسم إلكتروني. أيوة يعني عارف كلام ما شاء الله محترف في الرسم الإلكتروني. أيوة. بس زمان ما كان في من الطفولة، في مرحلة أنت يعني وصلت لها قلت أنا لازم أطور، كيف قدرت تطور من المرسام والورقة إلى أن وصلت مثل رسم إلكتروني واحترافي كمان ما شاء الله عليك؟ هذا الشيء وراء قصة تانية. القصة دي أنا أرسلت لمدرسة لسنة
خامس ابتدائي. خامس ابتدائي. أيه. أيه. بعد كذا صار عندي ألم في العمود الفقري، فما صرت أقدر أرسم وأنا جالس. يعني العاقة كانت مختلفة عن الآن. هو إحنا لما نيجي في بداياتنا في الحياة نكون عاديين. عاديين. أيوة. فالدمار العضلي اللي عندنا يتطور بعد. يتطور. أوكي فهمت عليك. فهو ده اللي صار. وصلت لسنة خامس، فرحت للدكتور، الدكتور قال يا يسمي المدار منازل. أيوة. يا يسيب الدراسة نهائية. يا منازل يا يسيب الدراسة نهائية. أيوة. هذا حل. وصلت لهذه المرحلة، بس ما شاء الله شوف يعني مع تطور الإعاقة اللي صارت وهذا قدر الله وما شاء فعل، ولكن لقينا إنه في تطور كمان في مواهبتك وهذا شيء جميل جدا. بديتها يعني في المتوسط الرسم الإلكتروني. بعد ما سبت الدراسة وأنا جالس في البيت. فقلت ليش يعني ما أكمل موهبتي بشيء يريحني وأنا مسدوح. وأنا مسدوح. فاشتريت التابلت من جرير. وبس من وقتها بدأت أرسم وأنا مسدوح. ما شاء الله. على السرير ومروق ومرتاح. مروق ومرتاح. تفرج على موفي ترجع وترسم. طب أنت طبعا لما خيروك بين المنازل اخترت اللي هو انك انت تكمل الدراسه. سبت الدراسه واستمرت الدراسه واستمرت سنتين بدون اي انجاز بدون اي شيء. بعد كده اكتشفت شيء اسمه الفوتوشوب، ومن وقتها بدات اتعلم الفوتوشوب في عام 2007. ما شاء الله. طب ركان كل رسام تلاقيه مثلا يعبر عن نفسه او عن حاجه مر فيها او عن عموما الفنان بصفه عامه، يعني ممكن يعبر عن الاحساس اللي بداخله او يعبر عن موقف ممكن في يوم من الايام يكون مره فيه ويجسد هذا الموضوع من خلال الفن اللي قاعد يقدمه. انت قاعد تقدم الفن اللي هو الرسم. الرسم فيه اشكال كثير وفيه احاسيس كثير تنبع من او تنبع من الانسان. انت توجهت او تجسد دائما رسماتك لاي تجسيد؟ كيف تجسدها؟ أنا أكثر شيء برسمه اللي هو مجال البورتريه. البورتريه الشخصيات الوجيه. الوجيه والشخصيات. فبس يعني بعض الأحيان بميل للكرتوني، برسم أشياء كرتونية بسيطة يعني تعبر عن 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 تراثنا وعن حياتنا في المجتمع العربي. وبرضه برسم بعض الأحيان أشياء بتسر لي يعني نظرة المجتمع لينا ذوي احتياجات لما بروح مكان عام. بس ركان تحس معليش يعني قطعتك، تحس انه صار في فرق في نظرة المجتمع ما توقع انها حاليا يعني فرق. لو نقول خلينا على الخمس سنوات اللي راحت حالياً. صار نظرة المجتمع للشخص انه الاعاقة ترى ما هي جسدية. الاعاقة احنا اللي نحطها لانفسنا فكرية. صحيح. فكرية يعني هي في النهاية انت اللي تحط الاعاقة لنفسك. الشخص المعاق دائما اللي هو يعيق نفسه عن الشيء ومش بالضرورة انه يكون عنده اعاقة حركية. اعاقة حركية. وانت بسم الله عليك الحمد لله عندنا اعاقة فكرية. هي انا بس ابغى كمان اقول انه في عندنا صور ممكن احنا نستعرضها اذا كانت جاهزه. جاهزه انود ولا باقي؟ طيب في صور كان مع بعض خلينا نستعرضها. نشوف هذه اول صوره مع بعض للملك الملك عبد العزيز. ملك عبد العزيز نعم. هذه تعتبر من الصور النادره والرسومات اللي عندي، لانه انت زي ما تعرف صور الملك عبد العزيز كلها تجي بجودة مرة جليلة وما هي بلونة يعني. فأنا قدرت إني إيش ما شاء الله أجيبه يعني بدقة أعلى. صعب إنها كانت ما هي ملونة وأنت قدرت تلونها. وهذه الصورة ثانية للملك سلمان الله يحفظه. الملك سلمان كمان. كم أخذت منك؟ تقريبا 3 أسابيع. وكم مساحتها؟ أظن متر في مترين. ما شاء الله ما شاء الله. أقل صورة تأخذ منك كم تقريبا وقت؟ على حسب. يعني مرة سريعة. على حسب التفاصيل اللي فيها وعلى حسب الجودة. يعني في بعض الصور 3 أيام، في بعض الصور أسبوع، في بعض أسبوعين. على حسب إذا فيها ديتيلز كثير ولا لا. قبل شوي رسمة أنت راسمها أتوقع أنك أنت تحكي فيها عن الحد الجنوبي وجنودنا وسلمان الحزم قبل شوي. هذه متى رسمتها؟ كان في صورة الملك سلمان وجنبه أحد من الجيوش أتوقع اللي كانوا مرابطين. أيوة أظن بداية عاصفة الحزم على ما أعتقد. أي أي هذه الصورة. هذه رسمتها في بداية
حذفة الحزب. حاسة الحزب توقعتي توقعت أنا شفتها يومية في الانستغرام. إيه لا لا متابع ركان على فكرة لعلمك الخاص ركان يعني أنا تشرفت إنه هو رسمني مرتين مرة في 2013. طيب على تقعد هاي طالع. لا معلش هاي. ومرة قبل أسبوعين. ما يرضيك ركان أقعد مقهورة أنا. اسمعي اسمعي مرة قبل أسبوعين والله أول رسمة لو تشوفيها رسم عادي كرتوني كان بسيط صح. المرة هذه أنا إذا ما صرت زي البزارين بجيب لك بكرة ثلاثة صور. أنا الصورة موجودة؟ الله الحرة حرتين يا ريم. لا يا شيخ نجيب مع بعض. طيب عنود ما يصير تسوي كذا. صورة ثانية للشيخ زايد كمان ممكن نشوفها متصور معها ركان برضو. هذه قديش أخذ منها كلش رسمتها؟ هذه أخذت تقريبا في أسبوعين. أسبوعين؟ أيوه هذه رسمتها لأنه في ناس أعتدت طلباء عشان يرسلوها للإمارات. أوكي حلو 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 جميل جدا. طيب هنا في صور كثير بورتري لبعض الاشخاص اللي بنشوفهم. جميل ايوه هذه صورتي الان. ايش رايك كريمه؟ ايش رايك كريمه؟ لا بس احنا العمود هذه صوره لا 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 اعطيها. طيب خلينا نكمل معاك كمان ركان. تحكي لنا انا ان صار في عندك موقف في يوم من الايام واخذت تكريم ويعني حابين نعرف عن هذا التكريم وش اللي صار معك. ايوه هذا التكريم كان في الشؤون الاجتماعية. أي مثلا كان عندي محاضرة للشباب زي كذا. طلعت على المسرح ألقيت المحاضرة إنه يعني ما في شيء مستحيل وتحفيزية يعني. فكان موجود الأستاذ عبد الله الطاوي اللي هو المدير حق منتجة مثل مكرمة. أعطيت لوحة من رسمي وعجبته جدا. انبسط فيها. أيوه. فلما جيت ندرت برا القاعة خلف الكواليس رجع زعزع ادوني الميكروفون ونادى فين ركان شردي؟ فجابوني ثاني مرة وعطاني درعين. والله انك تشتغل مليون درع. اي والله اي والله مليون درع المفروض في كل مدينه من المملكه نعطيك فيها درع. واحنا لما نستغل كمان وجودك ركان الفنان ركان والله خليني اقول لك ما شاء الله عليك في معرض راح يقام باذن الله. احنا نستغل الفرصه انك متواجد معنا وسعيدين حقيقه مشرفنا جدا. نعرف انه ما شاء الله انت دائما متواجد في كل مكان ولكن يعني اليوم يعني سعيدين لانه في ناس كثير حقيقه تبي تسمع كانت بداياتك كيف كانت واللي فين وصلت وفين قديش المستحيل ما في شيء مستحيل. في معرض حيقام يوم الخميس نبي نعرف عنه هل هو خاص بأعمالك ولا حتشارك فيه بأي طريقة وهل في فنانين ثانيين ولا لا؟ لا هذا المعرض هو معرض باسم بسمتي. رسمتي بسمتي 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 اوكي في معرض اللي هو نسمة أرض. نسمة أرض هي معروف هي الروضة صحيح هي في جدة هنا حيكون شمولية بس لكثير فنانين من ذوي الاحتياجات. حتنافس ولا؟ بإذن الله ان شاء الله منافس في الدرجه الاولى كمان. بس في ناس برضو يعني بيحاولوا ينافسوك وبيحاولوا اكيد في ايوه يعني ما تحس نفسك الاول فيهم؟ لا طبعا متواضع كان متواضع. لا ما شاء الله هي حقيقه هي شهاده اعتز فيها. احنا ما بنقول لمجرد المدح لكن حقيقه انا لمست هذا الشيء حتى في خطوات الرسم في الانستغرام لما كنت اشوفها كنت حقيقي اقعد اتمعن في يعني انا لاني رسام سابق بطلت الرسم ما شاء الله فاعرف لا والله لانه ايوه فلما وقفت انا الان لما رجعت معاك بالفوره طبعا شكرا لك طباخ فلما قعدت اطالع حقيقي شفت تفاصيل والله صعبه يا ريما حقيقي حقيقي فما شاء الله عليك عندك طوله بال انا بعد صارت عندي شفت الرسم واتفرغت للاعلام. خليك جنبي هنا بس ما في رسام احسن من الثاني كل واحد بيقدر الشيء اللي يعجبه. في الحين كمان بتطلع على الشاشه صورتين او صور. خلينا نشوف هذه صوره من الكرتونز اللي انت تكلمت عنها صح. هذه صغيره هذه صوره شخص معين ركان اذا بس احد يخليه يشوف الصوره اللي قدامنا لف ابغاك بس تعطينا اي هذه صوره لشخص انسان ولا كاركتر انت سويته انسان فعلا بس صورته رسمتها بشكل بس رسمته اي بشكل كرتون بشكل كرتوني نعم ما شاء الله هذه زي ما تشوفي ما فيها تفاصيل كثير ناعمة جدا يعني هذه ما تطورت معي بس هذه فيها حكايه قبل شوي اذا عاد ينفع ترجعين الصوره اللي قبل لو تعرفي البنت هذه مين
حقت بس 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 حقت بس اللي لها فيديو انتشر ها. في قبل شوي كمان كان في رسمه ابيض واسود. هذه ابيض واسود ايوه. هذه احكي لي قصتها ايش معنى هذه اللوحه؟ انا متاكده ان لها معنى. الابتسامه موجوده لكن واضح ان كانك تتكلم عن شخص مكافح. يعني مكافح او نقول انسان على قد حاله او حاله الماديه حكيت صعب صح ولا نعم. هي هذه كانت تعبر عن يعني بائع الحلوى اللي هو على قد حاله انه يعني تعرف الطفل يحب الحلوى فمع انه يعني من قوة الحاجة اللي عنده ما يرضى ياكلها عشان يروح يبيعها. هي في الاول والاخير هي جميلة ومعبرة وساخرة في نفس الوقت على فكرة وجاية جيدة ما شاء الله. والجميل فيها تدري ايش؟ الابتسامه اللي حطها في وجهك. طبعا ايوه هذه معبره بشكل عشان كذا لفتتك. اخر صوره عندنا طبعا احنا لك انت راسم نفسك في هذه الصوره. ايوه فعلا وانت قاعد ترسم نفسك يعني حقيقي غريبه جدا الصوره. هذه مثلا جابت يعني اعجاب كبير في الانستغرام. مين ما تعجب مين ما شاء الله يا راكان. الفكره من فين جاتك يا حبيبي؟ انا ابغى اعرف. قول انت هذه بال 3 دي صح؟ لا لا ولا لا لا ما شاء الله تبارك الله طالع من اليدوي. بس هدي ما شاء الله عليك. كله يدوي بس انا اول شيء هذه سويتها بفكره معينه يعني لزمت اتصورت اول شيء وانا ماسك الفرشه ايوه بزاويتين بزاويتين عشان كذا فبعد كذا رسمتها عشان كذا طالع كأنه 3D فمن شكلها جميل والله راكان صراحة ما نقدر نقول لك إلا أن أنت بسم الله عليك أعقت الإعاقة اللي موجودة عندك وقدرت أنك أنت بسم الله عليك يعني تحط لنفسك بصمة تحط لنفسك اسم أفت نفسك وأفت غيرك ما أعاقك شيء وإن شاء الله ما راح يعيقك ولا شيء. هذا الشيء يعني مو أنا اللي سويته فعليا يعني هذول أهلي هم اللي دعموني وهيئوني كل شيء وأنا أشكرهم من هنا على كل شيء قدموا لي يعني ما تتخيلي قد ايش هم كانت تتعب عشان نوصل لذي المرحله وكانت يعني تروح الصين وتجيب لنا اشياء عشان احنا نبدع بها في السعوديه هنا. الله يحفظها يا رب حضرتك معلومات حقيقي. نشكر وجودك راكان اليوم وشرفتنا حقيقي. انا فخور جدا لان انا اعرفك من سنوات وما شفتك الا في لقاءات في قاعات اجتماعات او حتى في فعاليات وما الحق الا اسلم عليك في حالك وما امشي ما ترى حتى انا شفتك كذا ايش في عندك انا قلت هايط علينا زعلان اليوم فشرفتنا حقيقه ووجه تحيه لكل الامهات ونوجه تحيه حقيقي لكل ام بتحاول تثابر تحاول انها توقف جنب ابنها مهما كانت الظروف مهما كانت الاحوال. دعم الاهل دائما مهم وبيساعد الشخص انه هو يقدر يوصل للي يبغاه مهما كانت المشكله لا نكبرها ولا نعوصها المساله بسيطه جدا. بعد الفاصل عندنا اكيد اخبار كثيره من ضمنها والله الله يا سلام يا سلام عندكم لقطات غريبه وفي جريده النخيل في انقاذ 3 رجال من انقاذ غريب جدا حنعرف بعد الفاصل. في ساعه شباب مع لميا وريما راجعين وهو بعد وهو ظريفة سعيدة حزينة غريبة مفيدة في تقديمها كابتن ريما ولولو غالب. شخبارك لولو؟ الحمد لله اشتقت لك كثير 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 كثير. طيب خلينا نروح لخبرنا الأول ولقطة رائعة من مصور في سماء المدينة اللي قدر أنه ياخذ ويلتقط صور جميلة لبروق غامرة اللي كانت موجودة في المدينة المنورة شهدتها محافظة المدينة في الجنوب اليوم الصباح. وكانت محافظة المدينة المنورة شهدت طبعا مساء أمس وصباح اليوم أمطار متوسطة لغزيرة وقدر المصور أن يصور هذه اللقطات الجميلة زي ما احنا شايفينها الحين على البرق هذا اللي سموه برق غامرة اللي كان في سماء المدينة المنورة وطبعا أو العاصفة عفوا اسمها غامرة. وطبعا في تحذيرات من الدفاع المدني من الاقتراب من عدم الاقتراب من الأودية اللي طبعا ممكن يكون فيها جريان للسيول والله يحمينا وياكم إن شاء الله من كل شر ويا رب تكون أمطار خير
وبركة علينا يا رب. أمين يا رب العالمين. عموما مشاهدينا خلونا ننتقل لخبرنا الثاني، وخبرنا الثاني زي ما ذكرنا لكم في بداية الحلقة عن موقع فيه كل تقدر أنت تتأكد من كل معلوماتك، وموقع موثوق بكل الأخبار اللي موجودة فيه. طبعا انطلقت في إبريل الجاري موسوعة جمهرة العربية بعد أكثر من عامين على بدايتها التجريبية كموسوعة معرفية رائدة عربية رائدة يصنعها الجمهور ويثريها بمعلومات وحقائق في كل مجالات المعرفة. طبعا تمتاز جمهرة بقالبها الجديد وطريقة عرض المعلومات لأنها تعتمد على مبدأ الإيجاز والاختصار مع تكثيف الفائدة، لذا فمحتواها عبارة عن منشورات لا يزيد عدد أحرف كل واحد منها على 600 حرف، أي بحدود 100 كلمة ولا تقل عن 130 حرف، في حال شبهها الكثير بتغريدات موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وطبعا من جانب آخر أنه يستطيع كل عضو المساهمة في موسوعة جمهرة وإثراءها بإضافة المعلومات والحقائق إما بترجمتها أو باقتباسها زي في المواقع الموثوقة زي ما بنشوف عبر موقع ويكيبيديا، لتمر عبر 3 مراحل: التحرير والتدقيق اللغوي وكمان البحث وتوثيق المعلومة. يعني دحين الموقع وصار موجود عندكم تقدروا تتأكدوا من كل المعلومات اللي حابين تتأكدوا منها بدون نشر معلومات مغلوطة. ونروح لي 15 رجلا ماتوا من أجل صندوق وجزيرة. توقع ممكن تروحين جزيرة مهجورة؟ لا طبعا. تكتشفين لا. العالم هناك؟ لا. ليه مسوية قبل كم يوم قوية وأنا أطلع؟ لا ما أروح أماكن مهجورة، أنا ما أروح أبدا أبدا. طيب تخيل إن في 3 رجال راحوا على جزيرة مهجورة، وطبعا ما عرفوا كيف يرجعون الله يهديهم، فإيش سووا عشان أحد ينقذهم؟ جابوا سعف النخل، والحين بنشوف الصورة اللي بتظهر بعد شوي، وكتبوا كلمة هيلب كبيرة على أطراف الجزيرة. فاللي حصل إن في واحدة من طيارات اللي طبعا من طاقم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تدور فوق، وشافوا هذه الكلمة من بعيد، وعلى طول في تو اللحظة تكلموا مع سفينة وجهوها للجزيرة عشان ينقذوا الرجال. احنا يمكن نعرف هذه الأمور ونشوفها دائما من خلال الأفلام اللي نتفرج عليها. صحيح. من خلال مثلا لو نتكلم عن طريقة روبنسون كروزو ولا حي بن يقظان، هذول طبعا تكلموا يمكن على هذه الأمور وعرفناها من خلال المسلسلات وشفناها في الأفلام، لكن هذه المرة شاهدناها على الواقع الحي. حقيقي يعني شيء ولا في الأحلام ولا في الأفلام. أو مشاهدينا خلونا ننتقل لخبرنا الأخير، وخبرنا الأخير لكل محبي ومستخدمين تطبيق فيسبوك. طبعا أوضحت أحد المواقع الإلكترونية أنه زوكربيرغ هو مؤسس فيسبوك يستخدم نسخة غير معروفة وما يعرفها الكثير من مستخدمي فيسبوك في العالم. طبعا نسخة زوكربيرغ يقولوا من فيسبوك تدعى يلو، هنا قائمة تحتوي على أزرار منها ما هو لنشر الصور المتحركة، وكمان أخرى لنشر الصور في عرض سلايد شو، والثالث لعرض ومشاركة الملفات الصوتية. نحن نتوقع أنه يمثل ذلك بشرة خاصة وغير مقصودة لمستخدمي فيسبوك، حيث سيصبح أكيد بإمكانهم استخدام تلك المزايا في نسخة منتظرة من تحديث هذا التطبيق. وأتوقع كل مستخدمي فيسبوك بانتظار هذا التحديث عشان يستمتعوا بكل المزايا الجديدة اللي راح تنزل على هذا التطبيق. أتوقع أن الفيسبوك يعني جنب البرامج الثانية بالنسبة للسعودية، يمكن أتوقع أن إحنا أضعف ناس نستخدم الفيسبوك، إحنا متوجهين إلى السناب شات وتويتر والإنستغرام. صحيح. بس أتوقع في العالم، في العالم العربي وخاصة العالم كمان لو نتكلم مثلا على يوروب وأمريكا وكذا تخصصهم فيسبوك ونمبر ون. النمبر ون عندهم أكيد الفيسبوك ومحبي الكثير بالفيسبوك، لدرجة تصرف وقت وعالم لو أحد قالك عندي حساب فيسبوك أنا أقول ناظر لا يعني حساب فيسبوك قديمة أنا أقول عندي، بس لكن ما برا كلهم يعتمدوا الاعتماد الأول أكيد على فيسبوك. خلونا احنا على سناب شات تمام، على طول اول باول الاخبار تجيكم. كذا انتهت فقرة الاخبار المنوعة، برنامج ساعة شباب لسه باقي فيه الكثير، بتشوفون ان شاء الله بعد الفاصل مع لولو غالب وتراد اللي بيجيكم ان شاء الله بعد شوي.
يا مرحبا ويا هلا وسهلا من جديد في اخر فقرات حلقه اليوم من برنامجكم اليومي ساعه شباب. والان فقره المواهب اللي حنتعرف عليها على ضيوفنا المميزين. بناخذ فره كده سريعه في عالم الفن وشبابنا قد ايش قدروا يحققوا ووصلوا لاخر مرحله من اليوم في مجال الفن. اكيد اليوم ضيوفنا اختاروا مجال التمثيل والتصوير وايضا بجانب الكتابه واظهروا مواهبهم بطريقه تحمل وجهه نظرهم. اسمحوا لي ارحب بضيفنا سهم المطيري الممثل وجلال عرفان مصور وكاتب. يا هلا فيكم استاذ شباب. الله يعلم فيكم. سلام لميو وسلام لبيبيو. ايش هذه الترحيبه؟ ترحيبه حقك. تعرف كيف؟ حياكم الله. وانا اتشرف اني اكون ضيف البرنامج. الله يرضى عليكم ومشرفينا. وهذا يعني اكيد هذا واجبنا. بدايه سهم خليني اسالك، نبى نعرف متى كانت الانطلاقه الفعليه لموهبتك، وكمان نبى نعرف ايش اول عمل قدمته؟ اول عمل اصلا ما قدمت عمل، شاركت في بعض الاعمال. واول انطلاقه كانت مع الاستاذ جلال. قبل كم سنه؟ قبل 7 سنوات كذا، لانه من 7 سنوات وحنا مع بعض ما شاء الله لين دحين، وان شاء الله مستمرين. حلو. اكثر من الاخوان ما شاء الله تبارك الله. ويعني انت بديت قبل سهم يا جلال بسنه تقريبا، لك 8 سنوات تقريبا. تقريبا ايش اللي خلاك توجه لهذا الجانب تحديدا؟ ايش هو، شغف ولا مجرد الكتابه ولا ايش اللي صاير بالضبط؟ والله هذا حب من القلب طبعا، حبيته طبعا، ارشدني لهذا الشيء اخوي وحبيبي طبعا استاذي فواز حسن العتيبي، و فالحمد لله يعني شجعني على هذا الشيء. طبعا وجهه تحيه. اكيد وجهه تحيه طبعا على الشاشه التلفزيونيه. والله يوفقني ويوفق ان شاء الله. وجهه تحيه اكيد. حلو. سهم خليني ارجع لك، نبي نعرف كيف تم التعارف بينك وبين جلال وبديتوا انكم تشتغلوا مع بعض، حكينا عن هذه القصه. والله التعارف عن طريق صوره كانت في الانستغرام، وفجاه قال احتاج الصوره هذه في شركه اعلانيه. فاخذها وتواصلنا مع بعض وزي كذا، من بدايه التواصل من الصوره هذه. حلو. الحمد لله على كذا، فالحمد لله تعرفنا على بعض انا وهو. ابغى اقابلك ابغى اشوفك. تقابلنا على كذا وقلنا ايش رايك يعني نظبط انفسنا نسوي اعمال مع بعض وننشا شركه والله شيء كذا، بس الامور شوي مكركبه كانت علينا شوي. بس يعني الحمد لله الانستغرام ماشي. طبعا حبيبنا فواز البهكلي معانا، فالحمد لله الامور زي يعني صارت احسن من اول. حلو. من هذه اللحظه اشتغلتوا مع بعض الين اليوم. الحمد لله. كم بدايتها؟ بكره لين بعد بكره. بدايتها كم صوره؟ فالحمد لله الصوره هذه جمعت قلوبنا فالحمد لله يعني. وانتجتوا اعمال كثير جدا، وهذا شيء جميل يعني ما نلاقيه دائما يعني. في ناس تختلف في الفكر. صح. في حتى في يعني في الانجاز، يقول كل واحد بيسوي شيء بطريقته. أكيد. طبعا بسالك جلال، انت تعتبر صاحب افكار وكمان بتصور وعندك مهمه التصوير، هذه اللي بتقوم فيها الامور كتصوير وككتابه لوحدك، ولا في ناس بيساعدوك سواء في البدايه او الى الان؟ هو طبعا الكتابة زي ما قلت لك فواز العتيبي فالحمد لله ساعدني. هذه من البداية. في البداية فالحمد لله. هم الشباب سهم وفواز البهكلي ما قصروا معايا، فحطهم ايدي في ايدي وقلت لهم يلا بسم الله. طبعا نوجه له تحية فواز البهكلي. فواز البهكلي ما جاء الحين، هو قاعد يتابعنا خلفها. اكيد نوجه له تحية. حياك الله. ان شاء الله يكون ضيف المرة الجاية ان شاء الله باذن الله تعالى. حلو جميل. سهم خليني ارجع لك بسألك عن حاجة، انه تم ترشيحك لأحد البرامج في قناة فضائية، هل بتشوف انه تواجدك في مثل هذه الساحة هو ممكن يكبر من شأنك والناس يعرفوك أكثر، ولا أنت تكتفي بوجودك على السوشيال ميديا؟ والله السوشيال ميديا هذا شيء خاص بيني وبين جلال وبين بس فواز، اما انه القناه الفضيه قناه والله كبيره لها احترامها، ورشحوني لها بعد الانستغرام. وعلى طول بتشوف انه هذه فرصه مناسبه لك؟ اكيد فرصه حلوه. تقدر انت من خلالها انك تظهر للناس والناس يعرفوك اكثر؟ اكيد. حلو. لانه هذه تعتبر القناه اللي انا وجهوني فيها، اللي اخذوني فيها جمهوريتها مره قويه. فالحمد لله يعني شيء حلو من الانستغرام للقناه. حلو. يعني كان هو انستغرام وبعد كذا تحولتوا الى؟ انا تحولت للقناه الفضائيه. الى القناه الفضائيه. هي عمل ان شاء الله باذن الله بنعرض في رمضان. ومرشح برضه لعمل قريب ان شاء الله باذن الله في القناه الفضائيه باذن الله. احنا نتمنى لك التوفيق. طبعا برجع لك جلال في نفس تقريبا التجربه القنوات الفضائيه، لك تجربه انت في انتاج المسلسلات التلفزيونيه سابقا، كيف كانت التجربه معك؟ وبعرف هل ممكن تكررها ولا لا مهما كانت سيئه ولا جيده؟ لا التجربه كانت جدا ممتعه وحلوه طبعا. شاركت في احد المسلسلات مباشر ولكن وبحر الخير وانت طال، فالحمد لله كانت حلوه جدا مره جدا. بس ان شاء الله في هذه الايام ان شاء الله القريبه استمتعت فيها. استمتعت يعني. ان شاء الله بيكون في لي عمل ان شاء الله باذن الله تعالى. طب ابغى اعرف يعني هو تصوير المسلسلات التلفزيونيه ترى ما هو شيء بسيط يعني، يبغى له وقت وجهد. ايش اللي حيخليك تستمر في حاجه ممكن ترهقك، وفي نفس الوقت خلينا نكون واقعيين اكثر، ممكن الانستغرام تصوير الانستغرام ممكن يشرك اسرع، فايش الفكره؟ لا هو شوف الانستغرام يختلف عن التصوير اللي تقول انت تماما، بس سرعه انتشار فيه هو اكيد الانتشار. الانستغرام تعلمنا منه كثير الانستغرام طبعا. أي.
من ناحيه التصوير ل 15 ثانيه اعطت اعطت الشباب قوه في التصوير وفي الاختصار الفكره في ابداعات حلوه جدا فالحمد لله توفقت فوظفتها من انستغرام للتلفزيون فالحمد لله شيء جميل جدا شيء حلو طب سام خليني انتقل لك ونتكلم في نقطه ثانيه يعني بنتكلم عن اغلب الادوار اللي بتقوم فيها في جميع اعمالك ايش الدور اللي تحس نفسك انت فيه اللي تقمصه كذا اللي تتقمص البدوي الدار البدوي الدار البدوي كذا انا احس تعطينا شيء طيب الان شوف كيف عشان ابدا الدور في واحد معايا اي في اكثر معايا كم عندنا عندنا مقتطفات طيب هاي طب نشوف مقتطفات لك سهم حنعرضها الان سوا يلا بسم الله جميل هذا العمل ايش ما عاد يرضيك حب غشوم رزتني خشمك الجافي شوف اجراد بتعلم السواقه حط على طول على الار اللي هو الرايوز بعدين ترجع رايوز كذا هذه اللي صنعوها طيب يعلمني حلو حلو تكلمنا عن هذا الدور اللي سويته ايش كان الدور هذا اللي سويته طبعا عند القبائل في القرى وما القرى والديار هذه انه لما نجي واحد لابس ستايل ولبس كذا كاجوال فعندهم يعني شويه عيب وكذا فاهم ايوه فلما جبت هنا الفكره هذه جبناها الفكره انا والاستاذ جلال ف سمو انت شايف بطريقه يعني كوميديه بطريقه كوميديه انه الناس انتبهوا فهو شاف واحد بدوي قدامه يقول لك عيب خلينا غير الستايل أيه. بس لقيت يعني معلش هي في الاخير عادات وتقاليد انت بتقول ولها سنوات طويله الناس تعودت عليها وفي الاخير لها فكره وتحترم هذه العادات والتقاليد اللي هم عايشين فيها بس هل لقيت في تجاوب ولا الناس كانت ضدك يعني معلش في الاخير لا اوكي تمام انا ما اتحسف هذه لا في بعض الناس يعني صاروا شويه ضدي عرفت كيف شويه ولا كثير لا شويه بس انه في تفاعل والله يعني درجة المقطع انتشر بس الناس حب يعني حبتك ما زعلت جميل. ما زعلت الناس اهم شيء بالعكس ما مبسوطه الناس والناس انا لانه اي مقطع انزله في الانستغرام اوجه على طول على السناب واثق والله فهمت فايش احاول ارجعها حلو تحاول انك تمثل في ادوار ثانيه غير الدور البدوي تحاول أتشرف. انك والله. تمثل في ادوار كوميديه اكثر اتشرف والله اذا في انا جاهز وجلال ايش الجديد عندك ايش شيء اكستريم كذا ما حد يعني والله الجديد في عمل ابغى الحين بديت فيه اكتب طبعا هو اسمه جده كابوي شخصيه طبعا جده كابوي جده الشخصيه اللهجه طبعا سعوديه واللبس والراكور امريكان كابوي حلو هو كله عمل كوميدي ما في احد لسه عاد بدا فيها فكله نقا طبعا وفحاجه حلوه انت اللي كاتب العمل انا كاتب وانت اللي حتصوره طبعا انت اللي حتصوره طبعا نقول انا بس العمل يبغى له احتراف شويه كذا حلو فانت حتستعين باحد وسام حيصور حيمثل سام طبعا يعني معاه حق المشاكل يعني في دور حق المشاكل انت مبسوط انه حق مشاكل لانه هو شخصيته فواز هو شخص فواز الباكري متخصصين للمشاكل والبلاوي مع الناس في العمل ده كل حلقه تختلف عن الحلقات والله ونعم والله مالك زول طب جلال خليني اسالك نبي نعرف ايش الصعوبات اللي واجهتكم لما تقوموا بعمل مسلسل او برنامج ممكن ينزل على اليوتيوب مثلا ايش الصعوبات اللي بتواجهكم والله هو واضح طبعا في المملكه انه التمويل شويه ضعيف ما في احد يجي على طول يمولك اولا قبل سبونسرز ما في ايوه ثاني شيء المصورين جاهزين ممكن يساعدوك يوقفوا بجنبك بس مشكلتهم انهم مرتبطين هم باعمالهم صحيح ما يعطوك الوقت اللي انت تبغاه ممكن يقول لك يوم الجمعه يوم فريلانسر كلهم صح أيه. يعني اعمال يعني الحرين يعني ما هم مرتبطين مع شركه معينه بعضهم يكونوا مرتبطين بعضهم يكونوا غير مرتبطين فهنا انت ممكن تتعرقل في عملك حتى كان عندي عمل دمعه محروم ابغى اعرضه في مهرجان ابو ظبي فتعرقل عشان زي كذا تصوير تاخير وما تاخير تعرف بس نتمنى ان شاء الله في عجز في المصورين اللي عندنا لا بس في هم ما في عجز مرتبطين باعمال خاصه هذا مجانا كلهم ماخذينهم بعقود ها أيوة. ما حد قادر فهنا فلوس والله الشباب لو تعرفوا كان في شباب يعني لو تاخذ شباب الجامعات ما شاء الله تبارك الله عندهم افكار وخصوصا اللي فينهم موجودين بينهم يقول لي فينهم والله يعني موجودين ممكن ما يظهروا صح ممكن ما يقولوا بس انت لو دورتوا شويه حنلاقي شباب كثير يحبوا التصوير وعندهم ايمج معينه ورؤيه معينه لطريقه التصوير اللي ابغاه فانتوا لو اخذتوه حتى لو يعني تبنيتوهم خلينا نقول في اعمالكم نتمنى والله نتمناهم عاد ما في مشكله وفي كثير كمان كانوا من ضيوفنا موهوبين كثير ولسه مبتدئين نقدر نقول انهم في مجال الدراسه ممكن اكيد نساعدكم فيهم هذه كبيره ما شاء الله تبارك الله يسعدك
ان شاء الله يكرمك صراحه. الكبار انتم باعمالكم ان شاء الله بالعكس. انا شوف لا في الجديد تعال نفاجئكم نفاجئ الجمهور ان شاء الله بشيء جديد ان شاء الله. احنا اكيد في السوشيال ميديا في ناس يعني عندهم طاقات صحيح تمام، لسه تو مبتدئين نقول يعني خلي اللي عنده مليون اثنين مليون عارف قد هذا خلاص عارف لهم مشاكل ايوه، لكن نحن اللي زينا عارف الشباب أيوة ما شاء الله الشباب هنا في المملكه عندهم الخير عندهم مواهب عندهم صحيح. بس يبغى واحد يدلعون اكيد أيه. ونحن بانتظار اعمالكم القادمه باذن الله. سهم الممثل سهم المطيري وكمان الكاتب والمصور جاد بن عرفان شرفتونا في ساعه شباب، اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. يعطيكم العافية شرفتونا وحقيقة روحكم الجميلة وعفويتكم هذه إن شاء الله يعني توصل لقلوب الناس أسرع. إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، حقيقة دائما بنكتشف أمور ممكن تكون ما هي واضحة في الإنستغرام وفي السوشيال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام أو حتى على التلفزيون، يعني بتكون مقفلة وما تكون واضحة ظاهرة بشكل كامل. في هذه اللقاءات بنتعرف على شباب بنتعرف على شخصياتهم نعرف قديش عندهم الشغف وعندهم الطموح، وكل واحد فينا عنده الشغف. أهم حاجة أنك أنت تبدأ تقرر أنه يلا ننجز ولا تستنوا أحد. نستنى تواصلكم دائما واقتراحاتكم على إيميل البرنامج اللي بيظهر على الشاشة، وأيضا هاشتاج ساعة شباب لا تنسوا خلوا في البال حتى في الويكند استانسوا عليه طقطقوا عليه. ودائما وأبدا في ختام كل حلقة نتمنى أنكم تستفيدوا وتستمتعوا معنا، ولسه باقي الكثير والكثير في حلقات برنامج ساعة شباب. نلقاكم بكرة في نفس الوقت من الساعة 4 للساعة 5 على شاشة روتانا خليجية. بكذا أقول لكم في أمان الله، معكم أنا لمياء غالب، أنا كنت معكم ترات سندي، أقول لكم في أمان الله، استمتعوا وعيشوا ودوروا على نفسكم تلاقوها بإذن الله. مع السلامة.